لثلاث أيام وأفكاري تحط وتشيل وتخير من جزال الهجوس الزالها والمعاني حدها يشبه الحد الصقيل والمشاعر تبعث الحب عند رسالها. مرحبا حياكم الله عدد وابن المخيل البذور اللي رعد هتبك همالها. مرحبا حياكم الله وتخير من جزال الهجوس اجزالها والمعاني حدها يشبه الحد الصقيل والمشاعر تبعث الحب عند رسالها. كل ما يطري على البال من شي جميل يوم اشوفه جيه ربعي وعد خصالها. عزوة من سابقا وقت موقفها نبيل خلد التاريخ فالدين فعل ابطالها. في زمان فات يوم الخيول لها صهيل والسيوف اللي تلامت بين افعالها. مستحيل الوقت ينسى سحوله مستحيل سيرة العطرة من اجدادنا لاجيالها. سادة العربان واشرافها هذا قليل ميزة ما خصت الا قريش لحالها. والرفادة والسقاية لعبر السبيل للضيوف اللي لما كل الأكثر محتنا لها. مرحبا حياكم الله عدد وابن المخيل المزون اللي رعد هسبق همالها. نوها الزهفات والجو من طبعه ليل والشرايد والفرايد على موالها. وضيوف لهم مكانة من الوزن الثقيل من مشايخ القبيلة ومن عقالها. والشيوخ لهم معاه للوزن وتخير من جزال الهجوس اجزالها والمعاني حدها يشبه الحد الصقيل والمشاعر تبعث الحب عند رسالها. كل ما يطري على البال من شي جميل يوم اشوفه جيه ربعي وعد خصالها. عزوة من سابقا وقت موقفها نبيل خلد التاريخ فالدين فعل ابطالها. في زمان فات يوم الخيول لها صهيل والسيوف اللي تلامت بين افعالها. مستحيل الوقت ينسى سحوله مستحيل سيرة العطرة من اجدادنا لاجيالها. سادة العربان واشرافها هذا قليل ميزة ما خصت